قد الدنيا لينا حكمات وشكوني قد عليها تحكم فينا كبغات خيوط حياتنا في ديها والدنيا علينا حكمات وشكوني قد عليها تحكم فينا كبغات خيوط حياتنا في ديها إلي تحكمنا يوم نبكو عشرات قلب مهموم جف حق العذاب J'espère que tu comprends ce que Bonsoir. Salam. Ça va? Sûrement, est-ce que tu comprends Salima? Ah. سعيد ياك واب انشانتي ميرسي ما عمركم تلاقيتو نو جامي ولكن كنعرفو مزيان نتصاورو تي تالونتيوز بارك الله ربي يخليك مالك كتغير سليمة تعطلات ما دويتش معاها هي جايه ما عرفتوش اللي جمعتنا اوكين ايدي جمعتكم حيت بغيت نقول لكم شي اخبار بين اخبار زوينه باش عرفتها سليمه جايه ضاحكه وما والفاش لك شو غيزه مش حالي ديما فرحت بحالك وفرحينا معاك سي لا ديرنيير فوا غادي نعاودو نسمعو بالشيخه وبنتها غادي يخرجوا من لا فامي اون فوا بوغ توت نو سولمون من لا فامي من لا فيلا ومن الشركه حتى هي يلا ديسيدي انها تعترف بكاع داكشي اللي دارت وعلاش غادي تعترف؟ حيت سامبلومون غرقتها مهدي وهي قابلة تدخل الحبس وتخلص الغلط اللي دارت وهند علاش غادي تدخل الحبس؟ حيت حليمة هي راس الحربة هي اللي خصها تدخل الحبس لا لا بلاتي واش كدافع على هند ولا كيجيب لي الله ما فهمتش نسيمة ماشي كندافع اسمحوا لي نقطعكم دابا جمعتينا باش نفرحوا لواحد غتدخل الحبس مالوغوزمون وي سليمة السيدة مالي كانت كتحكم فيها لاش غنظلموها دابا علي انت ما عرفت حتى شي حاجه الشيخه وبنتها داك تقول لينا لا فامي ديالنا بوندون 3 زون حنا كنتعذبوا بوندون 3 زون هما فرحانين بداكشي اللي داروا لينا وما عمرهم حنوا فينا دونك كل واحد غادي يتخلص على قد نيته واليوم خصنا نفرحوا وبزاف مي جو بونس سالي ماري انا وياك اللي فرحانين اما مهدي بقات في هند كيفاش تمشي تواسيها نسيمة نسيمة ما جيناش نتناكرو اليوم خصنا نكونو فرحانين انا وياك
تاكلوا شي حاجه. صباح الخير. ثلاث سنين هذه ما نحس مرتاحة بحال هاد الليلة. عرفتي علاش؟ حيت صافي غادي نخلص على أي حاجة خطرتك فيها. سليمة بغيتي تشوفيني؟ جو بونس كو باتو ديجا هضرات معاك مع تخانور. غير هو دابا انا اللي غنكمل معاك. دابا واش بغيتي نتبع لا بروسيدير جيريديك ضد مدام هين؟ ولا نلقى في الاعترافات ديالها ومن بعد نتبع المسطره القانونيه؟ هذاك شي حل وسهل. توت فاسون القانون هو اللي غادي يحسم في هاد لافيغ بوغ ديزيغيتي لو بتي عمر. غير هو انا غادي نبغيكم المور ما تخرج هند من لافامي. غير هو واش اخباركم بلي مدام هند راه غتعرض للمساءله القانونيه من بعد الاعترافات ديالها بالنصب والتزوير؟ بأوراق رسمية حتى المرأة اللي عطاتها الولد حتى هي غتدخل في القضية. هذاك الشيء بيناتهم اي سون كومبليس دونك خصهم يخلصوا. وما دام عندك في خبارها غتمشي للحبس. هي باغا تدخل للحبس وديك الساعة هي غادي تقرر شكون غادي تجر معاها، واش محجوبة الخيرية أو حليمة الشيخ. أنا هادشي كله ما كيهمنيش، أنا باغا نعرف شنو غادي يوقع في لافامي من مور ما تخرج هند والدري صغير منها. بغيت سيل تو بلي اون سيمولاسيون ديال لا ديفيزيون جديدة ديال الورد باش هاكا نوجد راسي مزيان. ولكن راه خصك تعرفي بلي المهدي حتى هو غيدخل معاك في الورد ديال باباك. أنا ما غاديش نجري على هند باش ندخل المهدي ونخدم عليه. بغيت اون سيمولاسيون أكتيف باش نشري من عندو لي زاكسيون ديالو باش هاكا الشركة تبقى ديالنا. بغيتي تقولي الشركة ديالك؟ اسمحي لي يا مدام سليمة، أنا كنت كنظن بعد هاد المشاكل اللي غديروا لي التفليت وتكبروا وتطوروا داكشي اللي خلاه. انا اللي غادي نكمل داكشي اللي خلاه لينا داكوغ. سي تو بلا ميتر نور، غنطلب منك جوج الحوايج. اول حاجه هادشي يبقى بيناتنا، ما بغيتش اي حاجه نلقاها في ود الباتول. دونك عارف راسك مع من غادي تخدم من هنا لقدام، غادي نكون غير انا وياك. ثاني حاجه خصك تعرف انت ما خدام لا عندي لا عند الباتول لا عند ولدها، انت خدام على شركه المعطاء. واخا مدام سليمه فهمتك. أخذي بدو بدا بلافيغ ديال هند، أنا ما كنتيقش فيها تقدر تثبت الهضرة في أي لحظة. واخا غير صحي من هاد الناحية، اليوم بدا لا بروسيدير. تقدر تمشي. منيتك هند؟ شتي راه فيلم هندي هاد؟ دابا حليمه جابتك وانت صغيره من الخيريه ياك، ودخلاتك عند ميلود بحالها مدنيه، وعاودتوها شي تما معايا المعطاوي ياك؟ اسمح لي جيت خويت عليك هادشي كله خطره واحده، ولكن كان خصك تعرف الحقيقه. كان خصني نخوي عليك قلبي قبل ما ندير داكشي اللي خصو يده. عفاك عفاك بشويه باش نفهم، انا راه ما فاهم والو. دابا حليمه علاش دارت هادشي كامل؟ وانت علاش تبعتيها؟ هند ما كنديرش لونكيت، قولي لي بغيت نفهم باش نعاونك. طمع طمع يوسف في الفلوس كيخلي اي واحد يدير اي حاجه،
ما تش نكذب عليك مازال ونقول لك حق انا ما كنتش عارفه راسي شنو كندير. كنت عارفه راسي كنصب وكنت عارفه راسي كنزور اوراق اوراق قانونيه. لكن امي حليمه اللي كانت كتخطط انا كنت غير كنفذ. دابا عرفت الذنب ديالي وخصني نكفر عليه. كيفاش؟ عرفتي تقول لها تركت المطاوي؟ لا المعطويين في خبرهم كل شيء. انا ما بقاش كيهموني لا هما لا الناس لا الدرب لا حليمه. ما بقى كيهمني حتى شي واحد اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا هادشي غادي نمشي نعاودو للبوليس وهداك الولد غادي يردو الخيريه منين جبتو والقانون هو اللي غادي يدير خدمته في هادشي. دابا مبقاش فيلم هندي ولا تركي. دابا واش انت مسطلي ولا مالك؟ غتجي تدخلي الحبس برجلك؟ ما جيتش نتشاور معاك يا يوسف، جيت نقول لك جوج كلمات انا قلتهم لك سالين. هند بلا تخرج العينين هين. واش عارفه شنو الحبس؟ تقضي عليه؟ صافي انت ما درتي والو. حليمه هي اللي كانت كتخطط لهادشي، هي اللي قدماتك معاها. إلا كنتي كتبغيني يا يوسف ديال بصح خليني نرتاح. ثق فيا، أنا هاد ثلاث سنين الأخرى اللي دوزتها دوزتها في حبس. واخا كنت عايشة برا كنت محبوسة وسط هاديك الفيلا وسط هاديك الفلوس والطوموبيلات. ما كنتش عايشة، كنت في وسط كدبة كبيرة. كنت تالفة يا يوسف، كنت عارفة راسي شنو باغا، اش باغا كنتاي، اش باغا المعطاوي، اش باغا مهدي. كنت عارفة راسي شكون، عرفتي أنا شنو بغيت. كنت نرجع هاديك هند اللي في لافاك كي كانت كتخرج قدام الباب وكتسنى يوسف يجي من وراها بالطاكسي ويقسمو الساندويتش. كتشارجي 5 دراهم باش تبقى تشاطي معاك الليل كامل ومتنعش. هادشي اللي كنت باغا. نهار تفارقت معاك يا يوسف مبقات عندي حتى حاجة بصح في حياتي. انت الحقيقة الوحيدة اللي عرفت، انت الانسان الوحيد اللي بغيتو ديال بصح. تفارقت معاك تلفت، منين تلفت كذبت، منين كذبت غلطت وغلطت بزاف. دابا بغيت نصلح الغلطة ديالي. لا صافي كنا كنغلطوا، مالا شنو فيها؟ انت انا غلطت، غلطت نهار سمحت فيك وتزوجت بواحد اخرى ما غلطتش، ولكن اهم حاجه عرفت الغلط ديالي. هند رفع الدواء على ايمان غنطلقها. صافي نبداو حياه جديده، مشي معايا. انا نستاهل الحبس يا يوسف. لا كتستاهلي فرصه اخرى. ديري ايديا في يديك ويلا نبعدو نمشيو. خصني نغسل يدي من هادشي اللي درت قبل ما نديرها في يديك. خصني نطوي ديك الصفحه باش نقدر نبدا صفحه جديده نقيه. ياك بغيتي تدخلي الحبس تخليني، راه الحبس هو حياتي بلا بيك. يا حبيبي براف. يلا اجي شرب لي العصير باش نشريو. شنو غنشريو؟ فواتور. لي فواتور. براف حليمه. مشيتي حس هيت وصافي. قولي لي اختي دابا هاد القرار اللي غادي ناخذو واش متاكده ما غاديش يضرب العائله؟ فاطمه دخلي راسك واحد الحاجه، انتي هي مولة الفلوس، مول الفلوس اللي كيحكم، اللي ما عنده فلوس يقولها واخا. قلتي لهم لا لا الباتول وسليمة طماعات هذوك ما نخافوش منهم. ومن شكون خايفة؟ خايفة من بنتي هند. هند الهبيلة الريحة اللي جاي يديها. ما تخافيش من هند، هند غيجي واحد النهار وغتعرف بلي انتي أكثر وحدة كتبغيها في الدنيا كاملة. حليمة تثقي فيا. شوفي ما كتسناش من رحمة الوالدي، أنا بغيت عايت رتاح. شتي هند ظلمت هاد الدنيا، ما بغيتش نزيد نظلمها حتى انا. انا مساوقفك فاطمه، لما جري على عدك خليها تروك، انت راه غتسمع لك، انا ما بقاش كتسمع ليا. اش
السلام عليكم. وعليكم السلام. مدام فاطمة فاش عيطتي لي ما كانش كيحسب لي غادي نلقى الحاجة حليمة معاك. حليمة أستاذ عالي. حليمة. وعلاش ما دزتوش عندي البيرو؟ ما كاين ما نخبيو عليك أستاذ. حنا إلا مشينا عند لك البيرو غتشوفنا سليمة وسليمة غتقولها لباتول. وحنا هاد الهضرة اللي باغي نقولو لك ما بغينا لا سليمة ولا الباتول تساق ليها الخبر. لالا حليمة أنا راه ما مع سليمة ما مع الباتول ما مع هند. أنا مع الحق والمرحوم المعطاوي خير وسابق. وعائلتو راني ما نبغي لها غير الخير. عارفة ميتخ أنور كنتيق فيك مزيان بحال اللي كان كيتيق فيك با الله يرحمه. حتى هو أمنك على الوصية ديالو ما قدرتي تقولها حتى مات خويا عمر الله يرحمه. اسمع أستاذ قسما بالله العلي العظيم وفاطمة راه عارفة هادشي. النهار اللي دخلت أنا وبنتي لديك الدار دخلنا بالصفا والنية. طراو بزاف ديال الحوايج أنت عارفهم وحنا عارفينهم. دابا جات الوقيتة أستاذ اللي كل واحد خاصو ياخد حقه. أنا هادشي اللي بغيت نطلب منك. بغيتك تلقى لينا شي تخريجة تكون قانونية باش حتى شي واحد ما يضر. ياك حليمة؟ أش غادي نقول لكم؟ إلا كان كلشي واضح وبين كلشي على الطبلة أنا غنكون أول واحد يعاونكم. شوف أستاذ أنا غنعاود لك كل شيء ونحط البوراق قدامك كاملين. وأنت اسمح لي طلب واحد غنطلبه لك. مرحبا. لقى لي شي تخرجة اللي ما تأذاش فيها بنيتي. غير ارتاح من هاد الناحية. واش غنقول لك أستاذ؟ كلشي بدا نهار. خد لك شي خمسة دقائق. واخا سي حامد. ما تجي حتى نقولها لك. هاد المجيء عندك فشي إشكال؟ باغي تاكل شي حاجة؟ جيت ناكل ونشرب أنا وياك. أنا واكل شارب مزيان. كلشي تحت يدي. حتى من السوارت عندي. أنت لي شنو باغي تاكل بالضبط؟ لأني عرفتيني علاش جاي غادي تبغي تاكل معايا. جيني من الاخر شنو البلان؟ دابا عجبتيني حميد. عندنا واحد الفرصة ما خصناش نضيعوها. نايض واحد الصداع كبير في العائلة. هند ما بقاتش كتجي. سليمة واخا كاينة بحال اللي ما كايناش. هادشي في راسي. قولي شي حاجة ما في راسيش. حميد خصك تضرب الحديد مع حدو سخون وتستغل هاد الصداع اللي نايض بيناتهم باش تجي بها مر. زيد كمل. غادي ندبر لك دي فاكتور وغادي تخلصهم ليكيد والباي ديالي وديالك. بغيتي تقول دي فوس فاكتور؟ اكزاكتو. وانا نعطيك فلوس ليكيد ولكن هادشي راه ما بلانش. حميد ما حد ما كاين حتى شي واحد وما كاينش اللي غيسولك لا علاش ولا كيفاش. حسب وشوف شحال ديال العاقه غادي نضربو في شهر. دابا انت عندك الكونتاكت اللي غيدير لنا هادشي؟ انا عندي لي كونتاكت غير 50-50. عرفتي شحال من حاجة حميد كتكون قدامنا سهلة وما كنشوفوهاش. نزل خد الكوينتا كوموندي شي حاجة نشربوها وناكلوها مجموعين. شورية جيتي ديري هنا؟ جيت نهضر معاك ولكن بحال اللي كنخوي الماء في الرملة. مازال زيد فيه. دابا جيتي حتى لهنا باش تقول لي هاد الهضرة هادي؟ واش بصح حميد جريتي على الصطاف ديال حليمة ونفسي الكوزينة؟ حليمة براسها وجراو عليها وانا اللي تيقول لي ديرها تنديرها. شكون اللي كيقول لك هادشي؟ وريهم ليا. في خبارك قطعتي رزقهم ورزق وليداتهم. اش يدير لك هادشي حميد؟ حميد راجلك جرى عليه خوك من الدار
انا هنا السي حميد، حميد المانجر. سمعتي لي كاسي المانجر؟ فخبارك بزاف عليك الرجله، كان خصني نجري عليك من حياتي 3 سنين هادي. ندمت انا اللي ما كانش خصني ندخلك لحياتي. اوجه الزلط، وجه الجوع. زلط وجوع، ولكن ما كنقطعوش رزق الناس، ما كنسالوش بالحبس. تبارك الله على مولاة الاخلاق. ياك من فكرك؟ انا غلطت حامد، حيت بغيت نتزوج ونوصل للزربه، ولكن الحمد لله تعلم درس كبير عمري ما غنساه. هذا اخر نهار غتشوف هاد الكمار حميد. طلقني. شي مطلقة؟ نسيمة مالك؟ مهدي سدي سنة الثانية، وكنت ديما الثانية عند بابا الله يرحمه. كان كيتفاهم مع سليمة أكثر مني، وهذا الشيء عقد نفس صغري. ما فهمتش. ما نرضاش على راسي وكنت ثانية عند أي واحد، سيغتو عندك أنت. كيفاش الثانية نسيمة؟ شنو كتخربقي؟ شفتك بعينيا كيفاش تلفتي مني عرفتي هند غادي تدخل الحبس. ما نبغيش نكون عاوتاني الثانيه من موراها. الا بقات فيك سير عندها واسيها وبكي معاها. نسيمة هند بقات فيا، ولكن باش نبغيها لا، باش تكون هي الاولى ما يمكنش، حيت من ديما كاينه غير انتي. كنت مكلخ ما عارفش قيمتك، ندمت على اي حاجه خايبه درتها معاك. كنبغيك انا نسيمة. ديال اش هادشي؟ وقيلا داكشي اللي بغيت نقول لك قالو لك تصاور. ما عرفتش علاش وكيفاش ووقتاش، ولكن اللي عرفت هو انا اللي كنبغيك وباغي نكمل معاك حياتي. باغي نبقى نصورك كل نهار، نصور ولادنا، نصور ولاد ولادنا. بغيتك تزوجي بيه. حتى انا ما عرفت لك كيفاش، لا علاش ولا فوقاش وقع هادشي. حاجه واحده اللي كنعرف، النهار دخلتي حياتي كلشي تبدل. كان كيحسب لي نسيت على الضحكه، ولكن باش تلاقيتك عرفت راسي بلي غلطه. حتى انا باغي نكمل حياتي معاك. باغي نتزوج بيه. شو بغيتي تشربي؟
سليمة الله يكمل بخير. آمين. إلا ما عجبكش الخاتمة راه ماشي اللي اختاريت. لا ولا ما عجبنيش. ولي تخي بو. روا عارفك أنت أنا مشيتك أنت غير غادي تصور الخاتم. جو سي سور ماماك هي اللي اختارتي ياك. كنت شكون عندي من غير. وهي مولات هاد الهدية الزوينة؟ لا. عاونتني نازل الخاتم ولكن ماشي لا ضروري. وخساريت هاد القهوة باش ما تبقاش تفكر في داكشي الخايب. تولي تفكر في حوايج زوينين. حيت أنا بدينا وهنا غنكملو. راه غنكملو. علي سمح لي بيتو كتعيط من قبيله واقيلا وقع شي حاجه. غاتي نمشيو؟ ما يخصني نمشي. ما تقلقش عليا. ما تقلقش عليك. دار. ما صبر شوية تخلعيناش عليك الله عندك ستر. جوريا مال موها جوريا مي شوية خويا يوسف شوف شي واحد يجيبنا لومبيلونس ندوها للكلينيك راه تزاد عليها الحال. راضية مالك هاكا تفلاي معنا ياك راضية راك بخير هاد وحشتينا بغيتي تجمعينا ياك مي شنو نجيب لك لومبيلونس؟ نديك سبيطار؟ مولاي ما بقيتش عندي الصحة للسبيطار خليني في داري. عيتي أمي ولا؟ سالت أنا أمي؟ انتي ما تخافيش المهم فيها غير نعاس تفيق وتديك تلعبي دغيا بغيت نوصيك بنيتي تهلاي في راسك وفي بنتك خرجي خدمي على راسك فرق مع حميد بنيتي ما يصلحش لك يوسف ماما توصيني على اختي امي تولي على طرف مني ما تخافيش عليها سخيتي بينا راضيه صافي بقاي مازال شويه امي ياك يوسف برد عليك وليدي هدلي خاطري قبل ما نموت رجع مرتك كيس كيس فاصل باتو ياك لاباس جو بونس داروا بينا عاوتاني شكون اللي دار بينا هند وفاطمه خوها والدار وداو معاهم عمر انتم كنتم غايبين فيك كتب السلامه طلعت لاشوم باش ندوي مع فاطمه ما لقيتهاش التليفون ديالها طافي وانا ملي قال لي هادشي سولت فين حتى هي ما كاينش شافور قال لي خرجت الصباح صات الطوموبيل تاعو قالت لي غتمشي للبحر وحتى هي ما كتجاوبش التليفون شو زعما غادي يكونوا داروا بينا الاخر على ليميت مولفه بتدخل ودنت وقع منها ولكن فاطمه نو يمكن لاش غدرنا او لادريس فاطمه على قبل عمر توقع منا اي حاجه دابا واش نبقاو نهضروا خصنا نديروا شي حاجه اشنو غنديروا شنو بغيتينا نديروا
باش تهاش كيفاش تبتاتنا بداك ليستوار ديال انا ندير اللي بغيتو انا نمشي نشهد عند البوليس. ها هي دات الدري وخلاتنا كنتفرجوا. حنا اللي تكلخنا الباتول من الاول كان خصنا نحبسوها في الدار وما تخرجش من لا فيلا. اكزاكتومون عندك الحق. اي فين كنتي؟ اوزمون رجعتي منك لراسك وخدمتي داك شويه ديال العقل اللي عندك. لا بروشين فوا تفوتي العتبه ديال لا فيلا اقسم بالله سنغبرك ونصيفطك الحبس. شكون هي هذه اللي باغي نصيفطو للحبس؟ ما فهمتش واش نتوما حماقيتو ولا مالكم؟ اسمعوا غنقول لكم كاملين واحد جوج كلمات ولا نطولوه ونقصروه. لا انا لا هند ما عندكمش الحق تهضروا معنا دابا. غدا غيجي المدخ انوار ونكملوا هضرتنا. شنو ما درتي ادريس؟ عمر ولدي هين طلعي لبيتك ترتاحي. بونوي. سمعتها حاجة ما تزال طيحة على دموعك صاحبتي. الله ينعلبو الفلوس الله ينعلبو الفيلا كلشي كيتعوض إلا الصحيحة. نعلبو كلشي وشي يتعوض إلا بنتي هند. هند قالت لي باتو لواحد المرة تديتي ليا عمر انا غدي لك هند حس الدنيا عليك حس بيك حس باللي قلبك عامر قلبي عمر صاحبتي كل قبل قبل هادشي نطلب منك سماحة. سمحي لي سمحي لي انتي والدريات سمحي لي يا صاحبتي. حكمات وشكون يقد عليها تحكم فينا كي بغات خيوط حياتنا في ايديها والدنيا علينا حكمات وشكون يقد عليها تحكم فينا كي بغات خيوط حياتنا في ايديها اللي ضحكنا يوم نبكو عشرة القلب مهموم شاف حقه العذاب من دون الناس صرنا غير عذاب وقرا ولاش كينا يقول كل شي بالمكتاب إلا ضحكنا يوم نبكى عشرة قلب مهموم جاف حقه العذاب من دون الناس صرنا غير عذاب وقرا ولاش كينا يقول كل شي بالمكتاب والمكتوب ما من مهروب صرف يا راسي ما جاك راك مغروب دنيا غرارة تخلي الحجار يدوب والله يلعالي علاش قصحوا القلوب.